ماذا تريد أن تصبح حين تكبر يا بلال؟ أريد أن أصبح محارباً عظيماً. السيف والحصان لا يجعلانك رجلاً عظيماً. أن تكون رجلاً عظيماً يعني الحياة من دون قيود. قيود؟ التي لا يمكنك رؤيتها الموجودة هنا. كنت حراً في الماضي، أليس كذلك؟ منذ وقت بعيد جداً داهم الشياطين قريتي، أخذوني وأخذوا أختي. اركع أيها العبد. هل أذوك؟ كيف لي أن أكون حراً؟ لا يجدر بنا الخضوع أبداً. أن تكون رجلاً عظيماً يعني الحياة من دون قيود. ستنطلق قصتك من هذه الصحراء لتنتشر في العالم، لكي يعيش جميع البشر متساويين. ماذا تريد أن تصبح حين تكبر يا بلال؟ متوفر الآن على تطبيق سبيس تونغو، حمله الآن.